اعتمدت طريقة من التصوير شوي غير عن العادة. مثل ما انت قلت كنا الفيلم في بيج بارت منه قسم كتير كبير عم بيصير هو تقريبا شي 12 دقيقة او 13 دقيقة. كان هذا هو مقسم، كان بدي كوباج كل شيء، بس كرمال التصوير كنت عم صوره بلان سيكونس، يعني منبلش بدقيقتين سيلانس الأكسون كلها بتصير مع الفئو عم يسمعوا بدينيهم بيناتهم، وبيرجع 2 مينوت دو سيلانس بعد ما يخلص. يعني تقريبا إذا بدي كان في 16 دقيقة بلان سيكونس عم تصير بين اثنين أكتر، انتر أكشن بين شيرين خوري وسعيد سرحان. هيدا كرمال الأكتورية وكرمال هيدا السن. بعدين في شغلة تانية، انه كان اول يوم كان مقسم التصوير على 3 ايام. اول يوم كان طلبت من الاثنين الممثلين انه ينسوا السيناريو، يسمعوا بس الفئو ويتفاعلوا على اساسه. طلبت منهم يخرجوا عن السيناريو، كان بدي الامبروفيزاسيون، كان بدي يتعرفوا على بعض اكتر، كان ما بدي انه شو عندهم بالسيناريو يلحقوا. مشان هيك طلبت هيدا الشيء منهم. وكان في واحد من بما انه كنت عم صور